أحداث الدور في الحرب العالمية، ماني مرتاح أنا في الجلسة. أحداث الدور في الحرب العالمية الثامنة. يا ربي، الحرب العالمية الثانية عن مجموعة رجال مجندين في القوة الجوية الثامنة. مسلسل الأكشن سبيشال أوبس لايونس بتقييم 8 من 10. تعرفوني ما نشد بيش بالحبل، وبعيدا عن القتالات اللي بتصير والإخراج البطر بطر وبعيدا عن القتالات اللي بتصير والإخراج البطر بطر البطل البطل ماسترز اوف ذا اير اللي تأجل في عام 2023 وصدر في عام 2000 اكيلر بارادوكس وفيلم الإثارة لابر، واخيرا بتاريخ 23 فبراير راح نعرض فيلم الاكشن والإثارة والإثارة والدراما والكوميديا والقصة. هذا قرر يطيح صح؟ نعم. شو الأبلة وإبراهيم الحساوي وشيماء الطيب والعديد من الأشماء السابة. واو، أفضل فيلم تابعته في سنة 2024 إلى الآن راح يكون اليوم فيلم السهرة الليلة أوه، شلي من إنتاج جيمس وان وجيسون بلوم نفس الناعلم بطل فيلم باراسايت وميموريز أوف مردر، ويشاركوا في التمثيل الممثل اللامع توماس كريتشمان، نسيت اسمه. كان معكم عبد العزيز خوي.